مي مشات مي مشات مي مشات مي غفلاتني مي غفلاتني ومشات. كنت مريضة هاد المرضات شوية بزاف ولا بحالها بحال الأيامات العادية؟ يعني كنت كتسحبو غادي تجي؟ غفلاتني مي السعدية مي آخر حاجة قالت لي مسكينة ومكنتيش شنو آخر حاجة يعني خلات ليك؟ حيدات لي الخاتم ودعتو ليا ديالها مكتهدرش معقلاش وكتقول عيطوا على سارة قول لها راه توحشناك وبغينا نشوفوك. عيطوا على سارة توحشناها وبغينا نشوفوها. كتقول لها ماما شكون نتوما؟ كتقول لها عيط على سارة نشوفوها راه توحشناها. واش يعني قدر على العيش دابا بها مسكينة هي اللي كانت يعني صاحبتي مي مرت داري ما نقدرش نعيش بلا بها غدراتني ومشات مبقاش عندي جد باش غنهضر امي مارت داري كندير امي ما فراسهمش ولدي غيتعز بالكبير عزيز علي شنو واحد العلاقة طيبة بين الجوب هكا امي مجات ليا امي 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 صدماتني مي مشات لي صدماتني مي غدراتني معرفتش كيفاش تدارت هكا. يا ربي تسمح ليا يا ربي تسمح ليا يا ربي ترحمها يا ربي ترحمها يا ربي ترحمها يا ربي ترحمها. لا مسولوش مسولوش حسبي الله ونعم الوكيل انا هي العائلة ديالها والحمد لله درت داكشي اللي مقدروش يديروه وصلت الحمد لله لعند ربي عار وعطاني يا ربي أمانة والله يسمح لي منها الله يسمح لي منها هادشي اللي نقدر نقول الله يسمح لي منها. مي مي خلات بلاصة مي خلات بلاصة ومشات مي كانت درت نساها مي خرج مع من غنفطر ومع من الناس كندير لهاد الليلة حجايج للناس لمي مي مشات وغلاتني مرت الدار داو معاها ماشي مي بوحدي منكم كاملين مي سادية ضحكاتنا ودخلات لينا الفرحة لديورنا عافاكم لما دعيو معاها راه ما عندها حتى شي واحد من غيرنا الله يسهل عليكم دوما. جاو الله يجازيهم بخير جاو الناس الله يجازيهم بخير الله يجازي على الشر خطواتهم الله يجازيهم بخير شكرا لكم اخويا شكرا.